مباراة الإخوان واحد شوية غادي تبدا. حاضرة معنا 14 الكساب من سلالة تيم حضيت. المهم الإخوان اللي شافوا الفيديو بارطاجي معنا ان شاء الله. حاولوا اللايف ما غاديش نقطع. هيا عند الله شوف داو الحليب هو الاول ولا النعجه؟ الكره دي بداو خروفه. خروفه هي الاولى؟ خروفه ولا الحليب ولا النعجه؟ لا 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 بداو في النعجه. الله تاكل على النعجه. بداو في النعجه التصويره. ها؟ ها مع طلقوا دابا اللوائح. ايه عطلقوا اللوائح. دابا كل كسر. المهم الاخوان ها مع طلقوا اللوائح. وي خويا انا اصل السلاله المغربيه. هذا الشيء باقي كاع ما تحركش من هذا الصوره. خويا محمد تبارك الله. انا وقفت قبلها حتى تهدر واحد الشويه الطاق تيمشي للفريكونس. هنا الإخوان ورقة التعريف. هادي تجمع تيم حضيت أيت محمد. إقليم إفران دائما وفي إطار. فعالية مهرجان تتميز سلالة تيم حضيت المنظم من طرف جمعية أيت محمد للبيئة والتنمية الإخوان والتضامن وبتأطير من الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ستنطلق بعد لحظة. ستنطلق بعد لحظات أشغال لجنة الانتقاء لاختيار هم إخوان جوج خروفات هما هادو. غادي يعزلو الخروفات كاملين ويدوزو أحسن خروفة. خويا سعيد عمراني هذا خويا مهرجان ديال تسمين سلالة تيم حضيت. كيدوزو الخروفة هي الأولى. ها مباراة غادي ندوزو. كاين 14 كساب ياخدو أحسن خروفة. المهم كسابة الإخوان مازال غادي نعطيوكم كسابة واحد واحد. هم خروفات كاملين غادي يعزلو الرئيس. ها أه؟ علينا شويه. هو مرحبا لاباس عليك. احنا طالقين لكم اللايف كاع اسيدي. بالنسبه للكسابه اللي غادي تباراو باش بدو خروفات كاملين. خلال هذا المباراة مو الاخوان مازال نعطيكم السمية ديال الكسابة كاملين. Thank you.
تبارك. في هذه اللحظات تدخلوا الخرفات الحلبة التباري انتظار التحاق لجنة الانتقاء، وغادي نذكروا بلائحة الكسابة النخبة اللي غيتبارى هذا اليوم. هما غادي نذكروا بلائحة المتبارين أحمي مولود أيت سيوان محمد، السيد أغربي ميمون، السيد فسكاوي زهير، السيد سعدي سعيد، السيد العمراني بن عيد، السيد بن الحاج بن ناصر، السيد وقيتا محمد، السيد عمي بوسنور بوز، السيد أزهر ميمون، السيد زايد حداد، السيد بويكادر العماري، السيد الحمداوي عبيد، والسيد حموجان محا وبوهزة. هذو هما هذو هما
الصباح.